Alors, on va continuer le dosage. On a fait l'exercice ou l'application, on a terminé. Après l'équivalence, زدنا بعد فوليوم التيوسلفات شو بيصير او مين هن الايون او الاسباس شيميك حيكون في عندي البرودوي والكونتيتي اكس مين من الاس 2 او 3 دو مو. طيب استاذ غمارك بدنا نكتبهم على جنب هودي لاجود ان بوتي فوليوم دو اس 2 او 3 دو مو changera la couleur rouge-brun de l'iode en une couleur plus claire. Ça. Nous avons dit que I2. I2 a une couleur rouge-brun ou un jaune orangé. Il y a un peu un petit volume, mais est-ce que tu as droit de moi? Il y a un peu. Vers la fin de la réaction, la fin de la réaction, يعني على البوان ديكيفالونس كل ما نحن عم نقرب على البوان ديكيفالونس لا كولور دو لا سوليسيون دون لو بيشير دوفيان جون تري كلير كل ما الكولور جون عم بخف سو كي ديفيسيل ا ديتيكتي لو بوان ديكيفالونس فهون استاذ صعب كثير انه انا شو ما القط البوان ديكيفالونس شو بنعمل؟ قلنا بنحط اميدون هيدي الاميدون مع الـ E2 شو بتعطينا؟ كولوراسيون بلو فونسي والكولوراسيون بلو فونسي بكون واضح فلما يختفي الكولوراسيون بلو فونسي شو يعني؟ يعني بطل في عندي E2 لأنه نحن بنعرف إنه E2 مع الأميدون بيعطونا بلو فونسي فهون بس عم بيعطينا فكره انه نحن اوقات بحاجه نستعمل انديكاتور كولوري او نستعمل انديكاتور مثل الاميدون لحتى يساعدنا انه نحن نقدر نعرف شو هي البوانت ديكيفالونس. نو كونتينيون داجوتي اس دو او 3 دو موان دو لا بوغيت جوسكا سو كو لا كولور بلو ديسباريس. مثلا شو يعني الكولور بلو ديسباريس؟ يعني بطل في E2 نهائيا. Par exemple, l'I2 est complètement consommé au point d'équivalence. Ça, c'est l'idée que j'ai expliqué à Apple. Si vous faites un screenshot, je vais vous faire un screenshot. Allez, on va faire un screenshot. Le travail va envoyer sur le groupe. Sual de la question que je peux trahir, qui est une question de compréhension ou qui est une question de compréhension. نحن استاذ لما نعمل دوزاج مثلا كيس كونادي ان اخذنا 10 ملليلتر وحطيناهم بالارلان ماير صح؟ طيب لو نحن فتنا على اللابوراتوار يا استاذ وقلنا انه 10 ملليلتر اول شغله يا استاذ لما انا عندي هيدا الارلان ماير حطيت الباغون مانيتيك وانا حاطط 10 ملل 10 ملل يعني لهون يعني هيدا الباغون مانيتيك انجا رح يقدر يعمل اجيتاسيون فهون بيقول لي بوركوا اجوتون نو دو لو ديستيلي او بشير افون لو تيتراج يعني افون لو دوزاج و سيت اجو افكتيل لو فوليوم ديكيفالونس خلينا ناخذ اول بارتي نحن استاذ ليش بنزيد او ديستيلي؟ بور ايمرجي كومبليتمون لو باغون مانيتيك. ماشي؟ انا بهمني تقولوا لي بور ايمرجي كومبليتمون لو باغون مانيتيك اي افوار اون بون هوموجينيزاسيون. هيدي بالي. واضح؟ فاذا ليش نحن بنزيد او ديستيلي؟ انا حطيت مثلا 10 ملليلتر
من السوليسيون اه، وهيدا الديسميليت اللي بدي اعمل لهم دوزاج، نزل عليهم شيء ثاني. بقوم بقول لي قبل ما اعمل دوزاج بقول لي زيد او ديستيلين. Une certaine quantité d'eau distillée. Tu as blé. La SS, la chaîne, le baromagnétique, il y a ma canne. M'gatta, ma bien mal agitation, ma zbou. Y'a ma blotte le fi'anna, homogénisation, y'a une réaction, ma blotte le sari'a, la hâte, n'a pas d'un, 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 n'a استاذ نحن شو يعني اون اجوت دو لو ديستيلي على 10 مللي دو لا سوليسيون؟ كانه شو عم نعمل هون؟ ديلوسيون. برافو. كانه عم نعمل ديلوسيون. طيب دوغون لا ديلوسيون مش النومبر دو مول كونسيرفي؟ شو يعني؟ شو يعني النومبر دو مول كونسيرفي؟ J'ai un nombre de mol avant l'ajout de l'eau, mais c'est un nombre de mol après. Sahi Estes? Estes. Ou l'ehna, je vais m'aimer un de l'équivalence. Mais je vais m'aimer à l'équivalence, les réactifs sont en proportion stoichiométrique, il y a un nombre de mol à l'A, à la coefficient. Mais tu sais, un nombre de mol à l'B, à la coefficient. يعني انا لما بدي اشتغل على البوان ديكيفالونس مش عم بشتغل كونسنتراسيون، عم بشتغل نومبر دو مول. و بويسك دوغون لا ديليسيون لو نومبر دو مول اي كونسيرفي، فاذا النومبر دو مول للا رح يبقى هو ذاته، يعني الفوليوم على ديكيفالونس نشونج با. مين بده عيدها؟ انا بليز. ايه تكرم حالك. صار نحن قلنا اذا زدنا او ديستيلي قبل الدوزاج كانه عم بعمل ديليسيون صح؟ ايه وبالديليسيون يعني نومبر دو مول كونسيرفي، يعني انا فعليا بهال 10 مللتر من السوليسيون ا عندي نومبر دو مول سميته نومبر دو مول افون. طيب من بعد ما زدت الاو ديستيلي شو حيتغير؟ لا كونسنتراسيون صح، بس النومبر دو مول حيتغير شيء؟ لا. فاذا النومبر دو مول للا هو زيته حيضل قبل الاوديستيلي ومن بعد ما زدنا الاوديستيلي. هيدي النقطة واضحة؟ ايه استاذ. نحن لما نبلش نعمل دوزاج، لما اعمل دوزاج يا استاذ شو يعني البوان ديكيفالونس؟ هو عم بيقول لي هل هيدا الشيء بياثر على الفوليوم ديكيفالونس؟ شو يعني البوان ديكيفالونس؟ مش يعني لما رياكتيف بكونوا اون بروبورسيون ستوكيومتريك؟ بلى. يعني بكتب الايكواسيون بقول نومبر دو مول دو ا سوغ ا على الكوفيسيون بدو يساوي نومبر دو مول دو بي على الكوفيسيون، مش على الايكيفالونس. كل اللي كنا نزلت كميه من اللي فوق قد الكمية اللي تحت، يعني نومبر دو مول مع نومبر دو مول اثنيناتهم تفاعلوا وخلصوا نهائيا. بلى. ما اذا نحن زدنا او ديستيلي والنومبر دو مول للآن ما تغير، فاذا البوان ديكيفالونس ما رح تتغير. يعني اذا زدنا او ديستيلي او ما زدنا او ديستيلي النومبر دو مول للآن هو زيته عم بيكون، وعلى الايكيفالونس الرياكتيف سون او بروبورسيون ستوكيومتريك، يعني انا عم بشتغل على نومبر دو مول، فالبوان ديكيفالونس ما رح تتغير. وضحت او لا؟ ميرسي. مش الحال عمي عالي يا استاذ. البقيين مش الحال تسفيني بس صور احيا يلا شو كتبنا قبل؟ بس كتبنا هودي استاذ لليوم في هيدي الباج. اوكي مش الحال. وفي هيدي الباج صوروها هلا مثل ما هي لنقطع عنا. ميرسي استاذ. يا
مش فيك بس رجع على شوي ملح. عمل سكرين شات يا استاذ هلا رجع ما بدي حدا يكتب ترجع ميلو سيب بس ما لحق تصوره بس. اوكي يلا مش الحال. Pourquoi utilisons-nous une solution diluée dans le dosage? استاذ انا بدي اعمل دوزاج ما بجيب سوليسيون كونسنتري وبعمل دوزاج انا بستعمل سوليسيون دوليه ليش؟ انا عندي دو سوليسيون سوليسيون اتيتري وسوليسيون دي 30 بالبشار سوليسيون اتيتري ليش لازم يكون دوليه؟ بيقول لي سي لا سوليسيون اي كونسنتري Nous aurons besoin d'un grand volume de la burette pour atteindre le point d'équivalence. Yani tsawar bil bashar ana عندي solution concentrée ou bil burette solution diluée. فبهيدي الطريقه انا بحاجه لكميه كبيره من solution T30 اللي بيكونوا بالبوريت ليقدر يوصل على point d'équivalence. فاذا بكون عم بخسر ماتيريو او برودوي شيميك بكون عم بخسر وقت فاذا دائما لازم السوليسيون بالبشار يكون سوليسيون دوليي ليش فاذا يا استاذ قلت لكم انا دائما بكون السؤال بريباراسيون ديليسيون دوزاج دائما قبل الدوزاج المفروض نحن نعمل ديليسيون اذا كان السوليسيون كونسنتري بالبوغيت ليش لازم يكون السوليسيون دوليه مش كونسنتري؟ لانه اذا كونسنتري اول ما زيد اول يمكن نقطه نقطتين دغري بوصل على البوان ديكيفالونس فصعب كثير انا اقدر احدد البوان ديكيفالونس يعني النقطه ما بقدر اقرا مضبوط على البوغات فاذا لهيدا السبب استاذ لازم السوليسيون اللي انا عم بستعمله كان بالبشر وكان بالبوغات يكونوا دوليه ممكن اسالكم سؤال بالامتحان Pourquoi on a dilué la solution attitrée? Il y en a une solution qui est موجود بالبشر تحت. ليش عملنا له dilution? بدكم تقولوا لي لانه si la solution est concentrée, on a besoin d'un grand volume de la burette pour atteindre le point d'équivalence. هل قد بيكفيني انا؟ فيكم تقولوا مثلا ce qui signifie la perte de produit ou la perte de temps, ça va. وضحت النقطة هون؟ يلا سكرين شوت انا عندي مش هيدا اكزرسيس من الكور ما في داعي نكتب بس بدنا نبلش نشتغل ونحل رجاء شباب وصبايا نقيت لكم انا اول شيء هيدا الاكزرسيس كرمال منه دوزاج بمعنى دوزاج له علاقه بالكالكول ستوكيومتريك هيدا ستوكيومتريك له علاقه بالكالكول نتعود هلا على الكالكول وبنروح بنشتغل السؤال اللي بيعجب خاطركم عن الدوزاج تركته لبكره بنكون بالصف Dans un bécher contenant 30 ml d'une solution d'iodure de potassium K plus et moins de concentration 0,8 ml moins 1 on ajoute 20 ml de solution acidifiée de dichromate de potassium De concentration, 0,3 ml moins 1, la réaction suivante a lieu. Aide l'équation Bassmann équilibrée. En utilisant la méthode de demi-équation électronique, équilibrer l'équation de la réaction précédente en milieu acide. Regarde. Tricomagène, là, on dit qu'il y a un screenshot. Et commencez à faire cet exercice. من المفروض انكم تكونوا دارسين الاكليب. اذا بارتي 1، انا CR2 او 7 دو موا، عم بتصير CR3 بلس. سارة، اكليب. استاذ. اوكي، اول شيء بنعمل اكليب للاجدوز والاكسجين يعني. عندنا بلس 7 اجدوز. سارة اوكي 2CR3 بلس نعمل اكليب للاتوم غير الاو والاش وي اون اكليب لو نومبر دوكسيجين باغ لاجو دو H2O يلا
7 أجزاء. ألو solution acide صح؟ اوكي يعني 14 بلس اسيد ولا بازيك؟ انا علمتكم على هيدي الطريقه بنحط 14 اش بلس. هلا الفوق اللي بدك كوا النمبر دو شارج النمبر دو الكترون يلا عندي اكس موان 2 موان 2 اوكي بلس 14 فإذا x égale 6 moins 6 يعني plus 6 électrons. عندي e moins devient e2. نعمل équilibre لل e. عندي oxygène لا. لا. H كمان لا. فإذا بيبقى عندي x moins 2 égale 0 فإذا x égale plus 2 بنحط plus 2 électrons. هاي الدومي إكواسيون دو ريدكسيون وهاي الدومي إكواسيون دوكسيداسيون. بس انا بدو الإكواسيون للرياكسيون بدو الرياكسيون إكيليبري. هون عندنا 2 مضروبة ب 3 وهون مضروبة ب 1. رح اكتب دغري الإكواسيون بلون يا أستاذ. فإذا صار عندي CR2 أو 7 دو موا بلس 6 إي موا بلس 14 H بلس دون 2 CR3 بلس بلس 3 إي 2 بلس 7 H2O هو بدريا أو مليو أسيد بتضل مثل ما هي. Indiquer l'oxydant et le réducteur. استاذ بعني عم ضيع علي صوتك مش عم بسمع. مين اللي كان عم يحكي؟ ما عم بسمع علي صوتك قرب على الميكروفون. لا هيدا لؤي هلا ايه بس انه انترنت لا لا انا اللي عم بحكي بس الانترنت عندي شوي ضعيف. سامعيني هلا؟ يعني الصوت واطي بس احكي لشوف. استاذ بعدني عم ضيع بال اي الاوكسيداسيون واي الريدكسيون وانه مش معنى البوتنسيال اللي انه استاذ شو بدك بالبوتنسيال؟ طلع انت من الاكس لما جبت الاكس طلعت نيجاتيف حطيناها لنا هون بالرياكتيف شو يعني سي ار دو اس دو مو بلس 14 اش بلس 6 الكترون يعني في غاني دي الكترون يعني هاي دي ريدكسيون. ما هيك يا حسن؟ اوكي استاذ ميرسي. مش الحال؟ بل طيب فاذا السعر 2 او 7 دو موان سوبي بشوف بس ارجع حل اكزرسيسات لا ريدكسيون. الوغ مين الاوكسيدون؟ سعر 2 او 7 دو موان CR est l'agent oxydant. Stes, فعلياً هو CR là. Là, le nombre d'oxydation de l'oxygène هون il est moins 2. هون moins 2. L'H plus 1. Ou il est plus 1. النمبر دوكسيداسيون للسي ار 3 بلس هو بلس 3 بينما السي ار 2 او 7 دو موا قديش النمبر دوكسيداسيون للسي ار هون؟ بنجيبها تحت يلا 2x موان 14 ايجال موان 2 2x ايجال بلس 12 يعني x ايجال بلس 6 فإذا مين النمبر دوكسيداسيون اللي له تغير هو السي ار
إذا الإليمون سي آر هو الأجون أوكسيدان. عرفتوا؟ هلا اللي بده يقول لي سي آر دو أو سات دو موا إنه ممكن بقطعوا إياه. بس أنا عم بعطيكم الريبونس الأفضل اللي هو السي آر بقلب السي آر دو أو سات دو موا هو فعلياً اللي عم بيعمل ريدكسيون. مين عم بيعمل؟ من هو الأجون ريدكتور؟ إي موا سوبي l'oxydation alors et moi et l'agent réducteur la réaction est-elle en rapport stoichiométrique mais COV ou même COV. Donc, pour savoir si la réaction est en rapport stoichiométrique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver le nombre de moles de chaque réactif. C'est un nombre de moles, la Cr2O7-, IC fois V. Le Cr2O7-, il dit 0,3 ou 20 millilitres. Yann, 0,3 fois 20 fois 10 moins 3. À tous les réponses. On va mettre 6, il y a 6 fois 10 moins 3 mol. L'an, l'i moins égale, gamin c fois v. 0,8 fois 30. La c fois v égale 0,8 fois 30 fois 10 exposant moins 3. Tout là, 24, يعني 2, أو خلينا نقول 24 فوق 10 موان 3، خلينا على 10 موان 3. أستاذ، est-ce que c'est suffisant de vérifier إنه هيدا en proportion stoichiométrique من خلال النمبر دو مول؟ لا. لازم نجيب الرابور. الرابور. الرابور للCR2 أو سات دو موان هو 6 fois 10 moins 3. Le rapport de l'I moins est 24 fois 10 moins 3 sur 6. Égal combien? 4 fois 10 moins 3. Masbout ou pas masbout? يا استاذ طيب اذا جبنا الرابور شو طلع عندي؟ مع انه النمبر دو مول للاي مو كان اكبر بس فعليا الرابور هو اللي بيحكي. فاذا شو بنقول؟ لو رابور دو اي مو بلو بيتي كو لو رابور او خلينا نقول ديفيرون بالاول خلص ديفيرون من الرابور لمين؟ للسي ار 2 او سات دو مو. Donc, tu as un peu réactif à la réaction et en rapport stoichiométrique. Donc, la réaction n'est pas en rapport stoichiométrique. Amélie calcule la concentration molaire de chaque espèce ionique présente dans la solution formée à la fin de la réaction. Smao, ou Rakzo, ou Framo Choubadoul, Hexoal. Daimel Amélie calcule la concentration molaire de chaque espèce ionique présente dans la solution formée. Qu'est-ce qu'il faut faire? حط أول بشار شو حطينا بقلب؟ عندي K plus E moins وكمان عندي 2K plus وCR2 وCR2 moins. يعني عندي K plus جاي من الـ KI وعندي K plus من الديكرومات دي بوتاسيوم صح؟ وي أوكي
من هيدا حطينا الكاي 30 مللتر وهيدا 20 مللتر ليعطونا الفوليوم توتال قداش؟ 50. طيب à la fin de la réaction qu'est-ce qui reste dans la solution K plus I moins هل حيبقى عندنا I moins لا بتصير I2 فإذا صار في عندي I2 CR2 أو CR2 moins لا بصير عندي إذا هي on excess إيه فإذا بلا بده يبقى CR2 CR2 أو CR2 moins اللي هن excess وفي عندي السي ار 3 بلس استاذ يلي ما بده يشتغل هيك ما حيحل هيدا السؤال بضله ساعة وساعتين وثلاثة وما حيحله صح فإذا fin de la réaction qu'est-ce qu'on a on a de K plus I2 سي ار 2 أو سي ار 2 مو إكسي وسي ار 3 بلس واضح؟ استاذ استاذ طيب بما انه استاذ كيف بدنا نجيب الكونسنتراسيون لمين؟ للاسبيس ايونيك يعني كا بلس سي ار 2 او سي ار 2 موا و سي ار 3 بلس الاي 2 ما بنجيب لها كونسنتراسيون بهيدا البارتي لانه هو بده بس للاسبيس ايونيك اتفقنا؟ اوكي استاذ من وين بدكم نبلش؟ احنا عندنا النوبل مول تاعت السي ار 2 او سي ار 2 مو صح؟ ما بعرف اذا البروبليم من عندي والله ما بعرف اذا البروبليم من عندي او من عندكم بس ما عم بسمع الصوت كثير واضح صوتي واضح عندكم؟ صوته كان شوي واطي بس صوته واطي إذا صوتي واضح عندكم المفروض كمان يكون الصوت واضح من عندكم. طيب على كل حال خلوني بلش بالسؤال بس دياب عم بياخذ الحضور والغياب. يلا باخذهم بسرعة بالدقيقة. آدم موجود، آية صفية الدين. بونجور آية. بونجور أستاذ. تالا بسام موجودة. حسن فواز موجود حسن صالح استاذ موجود خليل رومي موجود موجود استاذ رامي فرحات رامي منيح بياعه مش فارقه معه رامي كل حصه بيكون في غياب مش مشكله يا بيطلع بالحصه بعد الظهر ريم مصطفى موجود ريم مالك موجود رينا لا زهراء موجودة سارة دقيق موجودة ساندرا موجودة صالح موجود لؤي موجود لما أبو خليل موجودة موجود أرييلا لا محمد ماضي موجود أهلا وسهلا محمد الدبو محمد حسين الدبو لا محمد تاج الدين كمان لشو تمخص بطنه محمد الدبو موجود آسف موجود مهدي بلحص بلحص موجود ملك موجود نادين نعمت موجود نعمت نيفين لا نور وينك يا هون اوكي استاذ هادي عبد هادي عبد علي كمان لا 2 4 6 8 مظبوط 8 اشخاص يعني منيح
يعطيهم العافية. بيقولوا له النوبل هانا عامل ثاني. وصل استاذ. اوكي. طيب استاذ هيدا من اكثر الاسئله يلي التلميذ بضيع فيهم والتلميذ بيغلط فيهم. انا عندي استاذ يلا حبل نشحل كاي وعندي كا دو سي ار دو او سات دو مو. خلوني بلش اليوم بالكا بلس. عندي لا الكا اي دون لو هو كا بلس بلس اي موان. ما هيك؟ يعني النمبر دو مول للكا بلس سوغ ان بتساوي النمبر دو مول للكا اي سوغ ان راح يساوي قديش عندنا من الكا اي 0.8 يلي هي 0.8 فوا 30 فوا 10-3 إيجال 24 فوا 10-3 مول. استاذ بما انه الكا بلس في إلى مصدرين من الكا اي ومن الكا دو سي ار دو او سات دو مول بجيب النمبر دو مول انيسيال لإلها من خلال الاثنين وبجمع النمبر دو مول بجيب النمبر دو مول توتال وبرجع بجيب لها الكونسنتراسيون من خلال الكا دو سي ار دو او سات دو موا بالاو تعمل دو سوسياسيون شو بتعطينا؟ دو كا بلس بلس سي ار دو او سات دو موا. فاذا الان للكا بلس بتساوي 2 الان للكا دو سي ار دو او سات دو موا يلي هي بتساوي 2 ضرب 0.320 × 20 × 10-3 6 بتطلع 12 × 10-3 مول. النمبر دو مول توتال للكا بلس هو 24 × 10-3 + 12 × 10-3 = 36 × 10-3 مول. شباب صبايا الكابلوس هي ايون سبكتاتور عشان هيك النمبر دو مول لا ما تغير مي على فان دو لا رياكسيون. ليش اشتغلت انا نمبر دو مول؟ لانه هيدا النمبر دو مول يا استاذ هو كان ب 30 ملليلتر وهيدا النمبر دو مول كان ب 20 ملليلتر. فهلا لما بدي اجيب الكونسنتراسيون للكا بلس وين عم بجيبها يا استاذ؟ ب 50 ملليلتر. اها فاذا هي شو حتساوي؟ الان توتال للكا بلس على فوليوم توتال يعني 36 × 10-3 × 50 × 10-3 = 0.72 مول لتر موانزا. هيدا استاذ من اصعب الاسئله يلي بتضيع التلميذ بتروح له على مال. فيا شباب وصبايا لما يكون في عندي دو سوليسيون خلطتهم مع بعضهم علمتكم اياها بصف السيكوند مرقت معنا باكزرسيس وعندي مثل الكابلوس ما تغيرت او شو ما كان دائما لما بتخلط دو سوليسيون يعني تغير الفوليوم فالافضل ان روح اشتغل على النمبر دو مول وبرجع بجيب الكونسنتراسيون فينال اون ديفيزون لو نومبر دو مول على الفوليوم توتال. استاذ شو عم نجيب الاثنين بعد في عندي السي ار 3 بلس والسي ار 2 اس دو مول بس وحده وحده لليوم بكفي بس هيدي. اوكي
استاذ انت كنت حاطط حصة امبارح كنت مغلبت شيء؟ ليه؟ امبارح كنت حاطط حصة انت الاحد يعني ما بعرف ما هو السيستم مغلط والله ما بعرف يا استاذ ممكن يكون انا مغلط ممكن بس هي حصة اليوم اكيد ممكن ما اكون منتبه للتاريخ اكيد مش حكون حلمان فيكم بدي اعطيكم الاحد اونلاين لا انا بركز ولا انتوا حلمانين فيي كمان طيب استاذ عملنا سكرين شوت مش الحال اوكي بالكم ميرسي بور فوتر اتونسيون ويعطيكم العافيه يعافيك